تسأل عن حكم لبس ما يسمى التنورة، هل هو محرم؟ لأنني سمعت أناسا يقولون هذا إذا كانت غير ضيقة وغير مفتوحة وغير شفافة. فوجهوني جزاكم الله خيرا. المطلوب في لباس المرأة أن يكون ساترا، بأن يكون ضافيا ويكون واسعا ويكون ساترا لما وراءه، لا يكون شفافا، وأن لا يكون فيه زينة. يعني أربعة أمور. نعم. أربعة أمور لا بد أن تتوفر: أن يكون ضافيا، وأن يكون واسعا، نعم، وأن يكون ساترا لما وراءه، وأن لا يكون فيه زينة إذا أرادت به الخروج به عن البيت. فإذا توفرت هذه الشروط في اللباس فإنه يجوز للمرأة أن تلبسه، لأن المدار على الستر وهو المطلوب، وتجنب الزينة التي تحصل بسببها الفتنة. أما الأسماء فإنها لا أثر لها. نعم.